ما دام السلطة بيدنا فلا حاجة إلى أن نضرب الأمريكان. نحن لدينا القوة السياسية وكذلك الشعبية، والبرلمان بأيدينا، ولذلك لا حاجة إلى أن نطلق صواريخ، فهي صواريخ بحد ذاتها. ولذلك أقول لكم جميعا وللعراقيين، الشعب العراقي أقوى من الطغاة دائما وأقوى من أمريكا. فلقد هزم الأنبياء عليهم السلام فرعون ومن ورائهم، فلماذا هذا اليأس؟ أمريكا سوف تخرج والمقاومة قوية، وهذه ليست خطابات، وإنما أتحدث لكم عن التاريخ.